لا تزال تعز على حالها بين مفترق طرق وتجاذبات سياسية وصراعات أمنية. ذلك كله جعل وضع المدينة شائكا في معركة التحرير من ميليشيا الانقلاب. يقول محللون أن تعز التي ظلت صامدة طوال الأعوام الماضية وتحطم على أسوارها مشروع الانقلاب في السيطرة على كل اليمن ما كانت لتكون على هذا الحال لولا رغبة الأطراف الداعمة للشرعية التي أرادت لتعز أن تكون قريبة من السقوط وبعيدة عن التحرير الكامل. وعلى هذا المنوال مضت الأيام بتعز. تخوف تحالف دعم الشرعية من سيطرة أطراف وقوى معينة على المدينة بعد التحرير أدخلها في وحل الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي بين فصائل من الجيش والمقاومة الشعبية، حتى أصبحت المعركة مع الميليشيا هامشا في متن تلك الصراعات. وفي خضم هذا المشهد العبثي يأمل كثيرون أن التقاربات الحاصلة مؤخرا بين قوى يمنية وأطراف في التحالف العربي بداية لخروج المدينة من خندق التجاذبات اللاوطنية، وأن يتم الاستفادة من الدروس السابقة، فكل أحداث المراحل الماضية كانت في مصلحة الميليشيا أولا وأخيرا. يرى هؤلاء الآملون بأن العام الجديد ربما يكون بداية لمرحلة مختلفة يجتمع فيها كل الأطراف على هدف الخلاص من الميليشيا، ويرون أن استدعاء قادة الجيش الوطني والفصائل المسلحة يأتي في هذا الاتجاه. وبين الأمل الحالم والواقع المر ترزح المدينة حتى موعد آخر يتغير فيه طقس السياسة وأحوال الناس.